كنقولها لكم دائما، ردوا البال قبل ما تمشيو للاكسيون. والله يا البنات الا كارثه كارثه وقعت لي هذا الصباح هذا. كلشي 5 اورو البنات، القفيطنات كلهم 5 اورو اليوم، 5 اورو والتوصيل حتى للدار. شوفوا يا البنات الموديلات كي دايرين 5 اورو، شوفوا البنات الموديلات كي دايرين 5 اورو، شوفوا يا البنات الموديلات كلشي 5 اورو والتوصيل حتى للدار. الناس اللي عندهم تساقط الشعر والله خصني ترحمي لي الوالدين عليهم، احسن ما جربت يا البنات هذا دائما كنديروا للشعر ديالي. غادي نوريك اختي الطريقه الصحيحه ديال هذا السيروم هذا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ خاتكم بشرى هذه اختي رجلي. يلاه اختي دخلت من اكسيون، قلت اختي ضروري نبارطاجي مع البنات اشنو اختي خديت من اكسيون واشنو اختي خديت من ليدل. عرفتوا يا البنات واحد الشمته، واحد الشمته وقعت ليا والله يا البنات الا عرفتي. حتى دخلت للدار البنات عرفتي ما رديت البال ما حتى شي حاجه، حتى دخلت للدار كنتمنى تكون اول واخر مره. والله يا البنات اش غادي نقول لكم، لا اله الا الله. ملاش غنبداو اختي من المشتريات ديال اكسيون ولا ديال ليدل؟ قولي يا بشرى اش هذاك الشيء. كلشي ان شاء الله غنبارطاجيه معكم، هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون مفيد مفيد وغادي يعجب بزاف ديال الاخوات. المهم اول حاجه اش اختي نبداو باكسيون. بالنسبه اختي للمشتريات ديالي هذا الصباح هذا من اكسيون، اول حاجه نبدا لكم بالشمته اللي وقعت ليا. شريت حويجات زوينين من ضمنهم هذا الباليت هذه. دابا حيت انا الاخوات حتى كنسالي التصوير صافي عاد تنفكر بزاف د الحوايج، كنمشي ناخذها بالزربه وكنمشي لاكاس. هاد الباليت اختي وياكم البنات توقع لكم كيما وقع لي، تبقاو تقلبوا في وسط المكازا. دابا انا لا رجعت واش غادي يضيقوني؟ ما عرفتش البنات. المهم زوينه ديالي خديت الباليت ديال الماكياج فرحانه بها، زوينه عرفتها عارفه اللوينات ديالها. خديت مشترياتي مشيت لاكاس خلصت وجيت في حالتي. حتى وصلت اختي للدار، حتى وصلت للدار شوفوا البنات اش كيوقع ليا. شوفوا البنات كنحل البواطه ديال الماكياج. شوفوا يا البنات شوفوا ليا كي دايره، شوفوا يا البنات شوفوا ليا هادي. هاد اللون اصلا ما كاينش البنات، نتمنى يبان لكم مزيان هاد اللون والله ما كاين الاخوات. ما نقدرش ندير هاد الماكياج هذا انا البنات، ما نكذبش عليكم هادي محفره، هادي اصلا محفره. دابا مع كيقلبوا الناس فريمون انا ما قلبتش البنات، لحقت وهزيت وجيت. شوفوا البنات الكارثه اللي كنلقى. هذاك الشيء باش كنقول لكم دائما قبل ما تمشيو الاكسيون ردوا البال البنات، ردوا البال شاش وقع ليا. هادي دابا انا ما عرفتش دابا تكتبوا ليا في التعليق واش نردها لهم عندي التيكيت، ما عرفتش البنات والله ما عرفت. ولا قول لي بوش راه رميها هانتوما البنات 4 اورو 29 ولا ما عرفت 49. خديت هادي من اكسيو البنات وخديت واحد الحاجه واعره واعره بغيت نبارطاجيها معكم. هو هذا والله يا البنات راه درت ديجا فطوري تاع عزكم الله، الريحه ديالو فنه. هذا راه داير ضجه كبيره، واحد المتتبعه ديالي الله يجازيها بخير هي اللي قالتها ليا. هما فيه جوج ديال الموديلات ولكن قالت لي بشرى خذي هذا، هذا ديال الطواليت. عرفتي اش كديري بها اختي؟ دير بحال ديك ديال الحسنه ديال الرجال ديك الاسبوما، كديري تش تاع الطواليت اعزكم الله، كتخليها ومن بعد اختي كتفركيها. عرفتي كيخلي لك الريحه زوينه 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 في الطواليت البنات. ها هي خديته اليوم في الصباح البنات. خديت هذا البنات، خديت واحد الحاجه اللي كتسولوني عليها بزاف البنات. خديت هذا السيروم سالا ليا الاول، راكم عارفاني عارفيني كنستعملو. كيقول لي بزاف الاخوات اختي بشرى الله يستر عليك طريقه الاستعمال، انا دائما كنبارطاجي معكم البنات. كيقولوا لي واش في الصباح واش في العشيه؟ ما عنديش اختي توقيت. هذا ماشي زيت، هذا ماشي زيت البنات، هذا عباره على سيروم كديريه كينشف. يعني واخا دابا انا نديرو ونخرج ما كاين حتى شي مشكل اختي، فهمتي؟ لو كان هو كان مزيت اللي غادي ديريه وابخي خاصك تغسلي الشعر ديالك لان غيبقى الشعر ديالك مزيت. اما هذا هذه البنات اللي كنت بارطاجيت معكم، بزاف ديال الاخوات قالوا لي راه كاينه حتى في فرنسا كتجي بحال فيها عباره على شويه ديال الاباريه البنات، فيها كيدكو. اش كندير دابا انا هنا فين عندي البنات فين كندير بزاف كندير كومسا، فهمتي؟ بحال كتقب. يعني انت فين ما تقدري دوزي على الشعر ديالك، فين ما كتحسي براسك بانك عندك شويه ديال الفراغات، من بعد البنات كنشد السيروم الاخوات، فهمتوا؟ هو عباره على ما 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 فهمتوا كنديرها عباره كتبقاي تحكي صافي كنخليه ها هو نشف، فهمتي؟ يعني ما باينش اصلا واش دايره انايا، فهمتوا الاخوات؟ هادشي اللي بغيت راه ماشي كنقول لكم ممكن نديرو قبل التدواج ولا من بعد التدواج ولا، هو من الاحسن خاص ضروري الفروه ديال الراس ديالك تكون نقيه باش هذاك الشيء كيدخل. هادي ضروري البنات، هذا انا كنديرو فين ما دزت فين ما درت كنحك البنات ما نكذبش عليكم. وليت كنستعمل بزاف قبل ما كندير سيروم، حيت عندي هذا عندي داك ديال الحشيش اللي كنت بارطاجيت معكم، كندير بزاف البنات كندير حتى ماسك الطبيعيين، ولكن دائما كديري هادي البنات بحال كتحفري بحال كتقب لك المسام باش كيدخل هذاك الشيء زوين البنات. انا كنت خديتها من المغرب، البنات قالوا لي راه كاينه حتى هنايا وكاينه في امازون وكاينه حتى هنا كتباع. الا لقيتها في اكسيو ولا فاسميتو نبارطاجيها معكم، شفتوا كتجي زوينه
زوينه كنستعملها هي وهذه راه سالا لي، وخديت هذا سيروم ديال اليازير بالنسبه لتقويه الشعر. الاخوات اللي عندهم حساسيه في الشعر كيحكوا عندك القشره زوين، هذا كيبقى شي حاجه طبيعيه والله البنات الا داير غالي في باغا فارماسي. انا راه كنت كنستعملو من العام اللي فات البنات، راه كانوا جابوه وكان شحال هو مقطوع، راه غير داروا ليه الروتور راه ماشي جديد، وانا كنستعملو وتقطع البنات. هذا راه شحال، راه الاخوات اللي متبعيني عارفين هذا، اختي كننصحك به، ديري انت كاع الماسك الشعر ديالك حكي 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 ما تكثريش، فهمتي؟ حكي حكي وصافي مشتي شعرك عادي، حيت هو اختي ماشي كيدس ملك الشعر ديالك، فهمتو؟ ها هو اختي راه اورو 99 تقريبا، راه كيحطو كيطير على الناس. خديت هذا البنات واحد الحاجه والله القسم احسن ما جربت هو هذا الاي لاينر البنات، عرفتوا راه لقيت غير هادو جوج، لا لقيت ان شاء الله غادي نزيد. والله يا البنات الا عندي وما عرفتش فين درتهم، ما عرفتش يا البنات فين درتهم، ما عرفتش فين خزنتهم. المهم زدت هذا حيت لقيت غير جوج، لو كان لقيت كثر نزيد البنات. هذا عباره على هو اللي دايره اصلا دابا، شوف البنات الاي لاينر اللي دايره دابا زوين، غير هو نصيحه شو اختي باش كيعجبني شو كيتيجي الشكل ديالو زوين فاسيل، غير هو قبل ما ديريها البنات انا كندير ليكم صا بحال هكا قبل ما تستعمليه، عاد حليه وديري زوين. والله البنات الا كنصحكم تاخذوه، راه خديتو البنات غير اورو 29 ولا خديت جوج، هذا ديالي اللي كندير انا خديت جوج ورجع ثاني نزيد حيت ما لقيتش، هادو هما الاخرين اللي لقيتها البنات زوين احسن ما جربت في اكسيوال. والله البنات الا بتجري فاش كنبارطاجي معكم شي حاجه جربتها البنات وراه ربي شاهد عليا، هادي اختي كنصحكم بها ما نكذبش عليكم البنات. وخديت واحد الحاجه هادي اختي اش غادي نقول لك، هادي اختي بغيتك تاخدي منها ستوك الا لقيتيه، غير خدي منه ستوك ورحمي ليا الوالدين عليه. هو اختي هذا ديال الكوزينه، والله يا اختي الا كيحيد لكم السم ديال الكوزينه، كيرد لكم الكوزينه كتشعل والبنات، وزائد على ذلك كيخلي الريحه ديال الخزانه زوينه. هو هذا كنتمنوا البنات تسكرينيو وسيروا اختي خذوه من اكسيون، احسن ما جربتيه البنات هو هذا بالنسبه للكوزينه. هذا البنات ديال الكوزينه الاخوات، يعني ماشي بتقولي ندير به الدوش لا مولتي اوساج، لا كاينين بزاف ديال البرودويات مولتي اوساج، ولكن هذا كوزينه اختي كيرد لك الكوزينه ديالك كتشعل. والله الا ما عقلتش شحال الثمن ديالو، واش اورو 99؟ المهم ماشي بزاف البنات، هذا اكسيون خذي اختي ورحمي ليا الوالد. انا كنستعمل يومي يعني بتدير حتى على البلاك البنات، فش 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 على البلاك على كل شيء، يعني كيرد لك كل شيء كيشعل. هذا اختي احسن ما جربت ديال اكسيون البنات. وخديت هذا ديال الطواليس اعزكم الله، كنستعمل هذا بالنسبه للطواليس، وكنستعمل حتى ازرق البنات داك اللي دير 89 حتى هو زوين، هذاك حك باقي عندي فهمتوا. هذا سالا لي وخديت منه كيعجبني البنات، هذا كيرغوي يعني فهمتي البرودويات البنات ديال اكسيون، انا كناخذهم كنجربهم اختي ورخاص، والله ما كنلقى رخصه البنات من البرودويات ديال اكسيو. وسيري هذا خذيه من بلاصه اخرى، والله ما كاين غير من 4 اورو الفوق اكسيو اختي. راه شنو نقول لك، اللهم لك الحمد، دوك اللي كيبقاو يعايروا كيقول لك اكسيو واش هذاك الزبل اعزكم الله، والله اختي ما كنجاوبهم كندير لهم قلب وكنزيد، لا كيخربقوا واش ما عارفين شنو في اكسيو. اكسيو كاينين حويجات ما زوينينش، ولكن بزاف ديال الحويجات فيها زوينين، بزاف ديال الحويجات فيها زوينين. المهم هذا والله البنات الا فن كناخذ هذا والزرقاء البنات، هذا اورو 89 اورو 90 والله البنات معقل على الثمن. المهم وخليت واحد الحاجه البنات اللي لقيتها شحال هذايا البنات ما لقيتها، هي هاد الصابونه. انا غنوريكم الصابون اللي كنستعملها البنات، هاد الصابونه ديال زبده الشيا، نتمنى تبان لكم مزيان، ديال زبده الشيا هاد الغوزه البنات، واعره واعره ديال زبده الشيا، هادي كيجيو فيها واحد الحبيبات نتمنى تبان لكم بحال كحليين بحال زوينين البنات. هادي انا ما كنستعملهاش يوميا، هادي اختي راه بحال لقيتها غير اليوم راه ما كنلقاهاش، ديال زبده الشيا زوينه البنات كننصحكم بها، كاين بزاف ديال الموديلات وانا كنشكر لكم. انا هاد الغوز هادي لقيتها اختي محطوطه اليوم يعني خديتها كندير بها بحال هكا دوفوا في السيمانه فهمتي، يعني كنتنوعي زوين والله يا البنات الا زوينه. هاي اختي خذوها راه ما غاليهاش البنات. خديت هادي والسيروم اختي هذا ما خديتوش، هذا عندي هذا البنات زوين، كيجوني عليه بزاف ديال الاسئله اختي بشرى طريقه الاستعمال ديالو، قلت والله تنوريه للبنات اختي طريقه الاستعمال ديالو. انا هاك واخا دابا البنات انا راه دايره دابا دايره فوندوطا ما خاصنيش ندير بحال هكا، ولكن انا بغيت عين نوريكم كيفاش كندير ليه، كندير ليه كومسا البنات دائما فاش كنغسل الوجه ديالي، والله حتى قلت نوريه للبنات وكنبقى نديرها. عرفتي باش كيعجبني هذا البنات متسم غا كندير ليه بحال هكا، كنبقى ندير هكا كنبقى كومسا كومسا، ها تبان لكم يدي متسمه شفتو، كنبقى ندير كومسا كومسا البنات، وكنبقى ندير في حركه دائريه بحال هكا كومسا ها ها، وكنبقى ندير دائما البنات. شتي هاد العمليه ديريها اكثر هي فاش كيكون الوجه ديالك نقي فهمتو،
زوينه هكا كندير ليها انا للناس، ولكن كل وجهه ديالك كنقي. اختي انا راه دابا دايره الكريمو دايره فوندوطا، انا راه عاود نوريك خاص يكون لابو ديالك نقي، وخصوصا الا درتي كوماج وديري هذه العمليه وكتبقاي ديري بحال هكا دائما هكا دائما كطلعي ليا الحنيكات، دائما كطلعي ليا كوم ساختي فهمتي، يعني كديري منو كيستعملوا لابو كيدير منك منو كتجبدي اختي في الوجه ديالك شتي، دائما حركات دائريه انا كندير بحال هكا ديال الطريقه البنات اللي كندير دائما فهمتي، حتى كيشربوا لي الوجه ديالي عاد اختي كندير الكريم ديالي، الكريم اللي كنبارطاجي معكم دائما شي حاجه زوينه، والله اختي ما تسمحيش ليا الا كنبارطاجي معك شي حاجه ماشي من قلبي، كنبارطاجي معكم من قلبي وكيفاش كندير وكيما كنستافد انا حتى كنبغيك حتى انت تستافدي. المهم بالنسبه للسيروم ما غاديش نقول لك كنديرو بالليل، ما غاديش نقول لك كنديرو بالنهار، دابا انا درته بالنهار نقدر نخرج ما مكتوبه فيه لا ليل لا نهار، اللي قال لك ليل ولا قال لك راه غير كيخربق عليك، سيري قراي لي يا اختي انا كنديرو بالنهار، بعض المرات كنديرو بالليل، بعض الخطرات هكا في العشيه كنمشي كندير واحد القماش كنتهلا اختي في راسي وكنديرو تندير كنديرو بحال هكا صافي وكنخليه ليل، بعض المرات كنديرو في الصباح وكنخرج ما عمرو دار لي شي حاجه ولا غيأثر لك ولا شي حاجه، بزاف الاخوات كيقول لك حنا جي بريفير نديرو في العشيه، كتبقى هذيك حاجه شخصيه ديالك، ولكن هو ما مكتوبش فيه ديري بالليل ولا بالنهار. كنتمنى نكون شرحت لكم البنات. بالنسبه لليدل هادو اختي نخليهم، كيسولوني بزاف ديال البنات بشرى العكوره اللي كديري، منهم هذا اللي دايره دابا، راه الا بغيتي تمحيه ما تمحيهش البنات، العكوره اختي اللي كدير خصكم بشرى، انا اختي كندير لا مارك وكندير اختي الغلا، شي حاجه رخيصه راه ما كنديرهاش اختي، سمحي ليا سمحي ليا اختي، انا اختي لا مارك ما نكذبش عليكم، كندير هذا البنات والله القصعد شحال ديال البنات كيسولوني بشرى العكر اللي دايره والله، وكنحشم يا البنات، عرفتي اش كتجي شي وحده كتقول لك كتبغي تقولي لها خديتو ما اختي راه سير خديتو من صفر دير 150 يورو كنحشم يا البنات، اويلاش غنقول لهم والله الا بشرى واعر داك العكر اللي داير مني شريتي اختي شنو سميتو الرقم ديالو، الله اختي هذا كاع ما فيه رقم والله حتى فيه 33 البنات، هذا اختي هذا ديال المغرب انا جبتو من المغرب البنات، العكوره اللي كندير هاد الايام هذا بزاف ديال الناس كيقول لي اختي بشرى العكر اللي دايره، والله يا البنات الا شي حاجه زوينه اختي شريتهم ما كاملاش اورو ما نكذبش عليكم اختي، ماشي 50 سنتيم باش شريتهم من المغرب ولا 60 سنتيم، هنا كاينين في المارشيات كاملين دايرين اورو البنات، اورو 10 في المارشيات كلهم، دائما كنبارطاجيهم معاك اختي في مارشي اوبيس، المارشيات كاملين حاليا دايره هاد الفيولي هذا اختي مرطي فمك كتحسي بيه رطيط ما يحيدش ليك والنهار كامل اختي، وغير اورو اختي النهار كامل، دابا هذا حاليا داير هذا الفيولي هذا، عرفتوا راه زوينين يا البنات وكيخليو ليك يعني هما فاش كديري ترونسبيرو من بعد تيخرج ليك اللون، وتا هاد الخضيضر زوين هانتوما البنات جربوه اختي وردوا عليا ما تمشي لي اختي للصفورة لا لا الكيكو. المهم بالنسبه للاكسيون دابا نمشيو ليدل البنات، دودو نفسي اللي داير ضجه كبيره يا البنات ما شاء الله ما شاء الله، وشحال ديال المخاطفه عليه يا البنات، وعرفتي وحق الله العظيم البنات الا شغنقول لكم الا تصدمت يا البنات، وكلشي يا اختي كلشي كيتخاطف على هاد الدودون هذا، انا البنات خديت الاكس ال والله يا البنات ما قيسو قلت نقيسو مع البنات، ها هو اختي الاكس ال ما حليتو ما حتى حاجه، عرفتو التوب ديالو يا البنات والله القسم الا التوب ديالو غزال واعر 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 يا البنات، شو كي تيجي هانتوما البنات فين خديت الاكس ال البنات زوين نيت هذاك الشيء انا كنلبس ال اكس ال البنات ال اكس ال هانتوما عرفتي زوين زوين خرجت واحد الشميشه ما شاء الله يا كنظلم يا البنات الصباح وخرجت دابا واحد الشميشه شوفوا لي البنات ها شوف شوف كيجيب الكابوتشا ديالو، الاخوات اللي كيسولوني البنات كيجي طويل حتى لحد الركبه، انا بالنسبه لي طويله ها انتوما البنات شفتو انا بالنسبه لي طويله البنات راه جاني حد الركبه شو عرفتي الشكل ديالو الزوين اللي باقي اختي ما خداش، كنصحكو كيجيو سخيخين البنات كيجيو سخيخين بالكابوتشا، فين غتلقي اختي هذا الموديل هذا دابا هو سخيخن وخفيف يعني ماشي ثقيل فهمتي البنات، ها خديت اختي بالباج والله البنات الا علم زويناتو ندير لهم البنات 19 اورو 99 19 اورو البنات كيفاش كتجي 19 اورو 99 زوينه البنات، انا اختي خديتو في نهار الحد البنات الفيديو ديال ليدل اللي بارطاجيت معكم نهار الحد في الصباح، عرفتوا راه ما شاء الله يا البنات الناس اللي مخطفه عليهم يا البنات والله القسم الا اختي الاخر ما لقاش اختي الدودون ديالو، ولكن اليوم الاثنين البنات راه غادي يحطوا سلعه جديده فهمتوا، يعني دائما كيسالي السطو وكيعقبوا يحطوا فهمتوا الاخوات، ايوا شنو خديت هذا الديميلوغ هو باش كنغسل الشعر ديالي، عندي شامبوان ديالو غسالة ليا غير الديميلوغ، هو هذا باش كنغسل البنات حيت دايره ليه ماش
السيف الاحمر خديته من ليد للبنات. خديت اختي شنو خديت ثاني؟ خديت اختي شامبو هذا باش كنغسل الوجه ديالي دائما البنات كناخذو، راه بارطاجيتو معكم. هذا ماشي خديته لحد البنات، لا هو ولا شامبوان خديته فاش بارطاجيت معكم الفيديو اللي قبل ديال لحد البنات ديال ليدل. هذا البنات خديته واعر 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 تقريبا البنات السبت في الصباح باش كنغسل الوجه ديالي. خديت هذا ومن بعد بحال اختي شامبوان ديال وليداتي دائما كناخذو زوين واعر، راه كنشكروا لكم دائما. هادو خديتهم صام ديال البنات. المهم هادو خديت واحد الحاجه واعره 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 البنات اللي بغيت نبارطاجيها معكم، شي حاجه زوينه البنات. شوفوا لي خديت هاد العلبه هادي هانتوما يا البنات، عرفتوا زوينه والله يا البنات الا فنا كنتصدم والله يا البنات الا كنتصدم. جاوني بزاف ديال الاخوات هي البنات باش عشوف كتجي على هاد الشكل هذا. هادي اختي خزنيها فين ما بغيتي، كتجبد من بعد كتحل، من بعد انا غادي نحلها كومسا. شوف البنات انا غنوريكم علاش بغيتها. كتحل من بعد كتهزي هادي، ها شتي هادي كتعقبي طوليها على حساب القياس اللي بغيتي. انا بغيتها على هذا القياس كومسا، صافي غنسدها من هنا كومسا. الله اكبر، ومن هنا غنسدها من هنا البنات. صافي فيكسيتها كومسا على هذا الشكل هذا. عرفتوا جاوني بزاف ديال الميساجات قالوا لي اختي بشرى كنشروا فيها الحوايج، كيديروا بحال الشار دابا كينشروا الحوايج، ها كيديروا على اللاقات وكيديروا الحوايج حدا الرادياتور. قالت لي بشرى اختي انا دايرها غير على حسب الحويجات. انا غنوريكم علاش بغيتها والله قسم. واحد الاخت كتبيع هادشي ديال القفيطنات وكتبيع، كدير دائما اللايفات في التيك توك كتبيع البنات. قالت لي اختي بشرى والله الله يرحم لك الوالدين، والله قالت لي اختي بشرى الا خاصاني، وهي مسكينه كتبيع وما عندهاش، ديما الحوايج ديالها مقويين فهمتوا. قالت لي غنمشي دابا هكا نشريها باش نبقى نعلق فيها القفيطنات ونعلق فيها كلشي. قالت لي عطاتني فكره الله يرحم لك الوالدين والله القسم البنات، ومشات قالت لي خداتها. انا نقول لكم البنات واش خديتها. انا ما نكذبش عليكم، عندي اختي قفيطناتي، عندي ما عنديش بلاصتي في الماريو البنات، عندي الماريو عامر ما عنديش اختي البلاصه ديالهم. انا اختي الا شريتها غادي ندير فيها اختي هكا قفيطناتي وغنخليها في الشومبره ديالي جليل باتي، تقدري ديري فيها حتى المونطويات فهمتي. انا نوريكم كي غادي تجي. المهم اختي بالنسبه للقفيطنات ما خصيش قفيطناتي والله اختي لا غير مطويين البنات. بالنسبه لي سانت ما لقيتهم لا في اكسيو الصباح ما لقيتهم لا في ليدل نهار الحد دوماج. انا غادي نرجع ثاني نمشي لهاد اكسيو، نمشي لهاد ليدل ديال لا غبغين، نتمنى البنات نلقاهم. حيت كنصيحه ما كنصحش بهاد لي سانت خادو خصوصا في القفيطنات وداكشي لانه كيخسروا ليهم لي زيبول فهمتي. هذاكشي باش ان شاء الله دابا انا غير غادي نوريكم، ولكن غادي نمشي نشري لي سانت خا البنات زوينين على حساب هكا حويجات فهمتوا. بحال دابا قفيطناتي الا شختي بقاو مطويين ليا فواحد القنيته مساكن القفطان ديالي البنات، ها شفتوا كنت بارطاجيتو معاكم. شو كيجي ديال جوهره زوين، غنديرهم اختي هنا وغادي نهز على حساب القفاطن. دابا هادو جاو بحال لقيتي ليا شويه الارض، غادي نعقب البنات نهز، غادي نعقب نهز البنات. اختي درت هذا غادي نعلق كلشي اختي، كلشي اختي قفيطناتي دراعياتي جنابي غنمشي نجيب حتى جنابيتي جنابي كاع داكشي التقليدي وغنخليهم حتى في الشومبر هكا يعطيو حتى جماليه زوينه. هانتوما هي البنات وقولي لي اختي ها هذا الشيء علاش بغاتو تقولوا لي الراي ديالكم اختي. هانتوما البنات ها كلشي جبدتهم اختي والله يتبت. غادي هذه هي الفكره اللي غادي ندير طاحت عليا ونديرهم منها تبقاي تشوفيهم منها تولي سهله في اللبسه، منها فين ما بغيتي تلبسي هكا نهار الجمعه ولا جاي عندك شي ضيف ولا هكا تجبدي اختي ساهلين في اللباس وتبقاي ديما تشوفي اش عندك. هانتوما هي البنات هانتوما يا اختي ها عقلتوا على العبايه اللي كنت بارطاجيت معكم كنت خديتها من عند صاحبتي. هانتوما البنات اختي ديما معلقين غير هما كي قلت لكم البنات ما كنصحش بالنسبه ل ها شختي فهمت. غادي نزيد نطلع شويه فهمتوا البنات باش غادي تجيني عاليه شويه فهمتوا باش ما ايوا. هانتوما يا البنات ها اختي حتى سالي اختي الكشطات ديالي والقفيطنات ديالي وغادي نمشي نجيب حتى الجليبات ديالي حتى هما كلشي اختي غادي نديروه معايا فهمتوا. يعني كفكره بغيت نعطيها لكم وكنتمنى تقولوا لي شنو الراي ديالكم. شوفوا كيجي البنات بحال هكا وغنديروا فواحد القنيطه في الشومبره وغادي يجي زوين. اختي يلا قولوا لي يلا يلا كبسوا كبسوا ولا تحبسوا. 5 اورو 5 اورو البنات 5 اورو توصل حتى للدار، توصل غاتوي كادو من عندكم اخت بشرى. فين بغيتي بغيتي هذه يلا اختي مرحبا مرحبا يلا اختي يلا 5 اورو 5 اورو توصل توصل حتى للدار يلا بغيتي هذه صافي مرحبا يلا اختي كتبي زعما نبيع لكم ونشري. ها نتوما الزوينه ديالي هذه راه واعره، هذه راه ديال سارة انا اللي كنصايبهم البنات، انا اللي كنطرزهم، انا اللي درت لهم التصميم. ها نتوما البنات الله
والله حتى جاني الضحك وحق الله. والله يا البنات الا هادشي فيه الفلوس، والله القسم البنات الا فيه الفلوس. هانتوما البنات شوف مثلا غادي نعطيكم القفطان اللي كيحمقكم، فين هو القفطاني؟ دابا ربي هذا القفطان هذا اللي لابسه اللي كنت انا شريتو من المغرب كيحمقكم بعدا. نتوما اصلا هذا القفطان هذا شريتو ب9 اورو نافوغو يا البنات من المغرب، والله القسم نافوغو كذابونا. اما الناس اللي كيشرو بالجمله راه عندهم ثمنهم خاص. دابا حنا في المغرب البنات عندنا بزاف ديال المصانع، بزاف ديال المصانع تما كتمشي عندهم، تمشي عند شي سيده عندها شي مصنع كتهوي معاها وكتوريك الرحمات، كتقول لها بغيت هادي بغيت هادي، كتقول لها شحال من قفطان بغيتي، كتقول لها بغيت 60 70، راه كتبيع لك رخص من البطاطا. فهمتوا البنات؟ الناس اللي كيمشيو عند اللي كيخيطوا حكى عندنا هادنا داكشي حنا في المغرب. كتمشي بحال دابا انا هذا كزبونه شريتو بنافوغو وهي غادي تبيعو لك اختي ب 35 اورو، 35 اورو ولا ما عرفتش اختي بشحال غادي تبيع. يعني حيت انا كنشوف في المارشيات، كنشوف كندخل بزاف ديال اللايفات هكا في التيك توك، كنشوف الاثمنه، والله يا البنات الا اثمنه خياليه. بحال دابا هذا انا غادي نشريه ب 5 اورو نجي نبيعو لك ب 35 اورو. واختي راه بالسيف اختي قولي واش راه داك تخلينا على ديك القناه؟ لا اختي لا لا، ما انت راه قلتها لكم البنات والله القسم هادشي راه ساهل البنات، باش تبيعي وتشري وتصيفطي راه ساهل، وخصوصا حنا المغرب عندنا هادشي بزاف البنات فهمتوا. ولكن كيف قلتها لكم البنات راه انا خايفه على القناه ديالي، راه بحال دابا واحد الانسان كيبقى حتى الوحده الجوج ديال الليل كبيسو كبيسو وتبيع وتشري. الله يزيد الله يسهل اي واحد دير شي مشروع الله يسهل عليه. ولكن البنات كي غدير هاد الانسان غادي تفيق في الصباح وتمشي، واش هانتي غادي تمشي تصوري في الصباح عينيك مسدودين ما تيبان لك حتى حاجه؟ عاد في العشيه خاصك تمشي الناس اللي بعتي لهم بالليل خاصك تمشي تصيفطي لهم لي كوموند، يعني شي كل واحد كل واحد تصيفط ليه الكوموند ديالو. راه ماشي ساهل البنات، يعني راه ماشي ساهل، يعني ضروري ديك القناه غادي تاكل العصر، غادي تولي غتمشي البنات. هذه راه بارطاجيتها معكم البارح البنات، هذه راه بارطاجيتها مع، يعني غادي يبقى فيديوهات تجيني كلهم اعاده لاني ما مساليش نبقى ندير الجديد. بزاف الاخوات فهموني والله يا البنات راه هذا هو السبب. وموش انا صحابي ساهله، راه الوليدات ديالي رسل لي الكوليه من المغرب والقفاطن وداك الشيء حنا عطاه الله البنات. ولكن اختي لا خفت على القناه ديالي وحق الله البنات. الموزونات ديالي تقولوا لي الراي ديالكم هذا الشيء وغنخليها بحال هكا اختي في الشومبره ديالي، وتبقيت تشوفي حتى القفاطنات شنو عندك شنو عندك فهمتوا. كنتمنى اختي تكون هذه فكره زوينه وتكون عجبتكم البنات. بغيت نبارطاجي معكم شحال من حاجه ولكن الفيديو غادي يجي طويل والله البنات، الا شحال من حاجه غنبارطاجيها معكم ولكن البنات الفيديو غادي يجي طويل نحبسه هنا. كنتمنى فريمون هذا الفيديو يكون نال الاعجاب. والله البنات الا مازال بزاف ديال المشتريات بغا نبارطاجيها معكم، ولكن دوماج البنات كلي بشرى كون عا كتسدي فمك ديري وعطيه انت تتبقاي والله الا كنت عرفتي شنو الديفو ديالي؟ الديفو ديالي اول حاجه القلب الابيض، داكشي اللي في قلبي على لساني. كنعاملكم كاخواتي ماشي كمتتبعات، والله القسم الى ربي اللي مطالع على هادشي اللي كنقول. نتوما راكم خواتي تيحكر، شفتوا غير الفيديو ديال الصباح اللي حطيت لكم، راه ماشي كنتصنع، راه 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 الناس فاش كيتلاقاو معايا راه كيتصدموا. يعني راه كيقول لك زعما راه اش غنقول لك، راه جو سويكم داكشي اللي هنا كاين هنا. انا راه ماشي كنهضر من هنا لهنا، لا فرق كبير، كاين اللي كيفكر عاد كيهضر، انا راه كنهضر من هنا لهنا. راه شحال من خطره كان شحال من شحال من حاجه كنقولها، يعني كيخرجوا هضرتي عفويه، هضرتي خارجه من القلب ماشي خارجه من العقل. الموزونات ديالي ما نطولش عليكم البنات، بارطاجيو هذا الفيديو لجات اجل لجا على خاطركم، فيه بزاف ديال الميزات زوينين وبزاف ديال الحويجات خصوصا هذا العلاق هذا. والله البنات الا عجبني ماشي دابا خصني نديرو بلاصتو. ها يا اختي ها انتما يا البنات، نبدا كل صباح نقول لكم واش غنلبس اليوم البنات، اشنو غنلبس؟ والله يتهجى زوينه البنات هكا وتنشروا فيه حتى الحويجات فهمتوا الاخوات. يلا زوينه ديالي ما نطولش عليكم، تهلاو فرصكم كنبغيكم بزاف، كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. جيم والبارطاج وكومونتير زوين يا احلى اخوات.